عايزين ننزل فيجوال ستوديو كود، فنكتب في جوجل داونلود في فيجوال ستوديو في اس كود واعمل كليك. ممكن اختار فور ويندوز 10، انا عندي ويندوز 10 هنا. هنا بجين الرابط بتاع فيجوال ستوديو دوت كوم تبع شركة مايكروسوفت، فبختار طبعا بلقى عندي في تحت ويندوز هنا في 64 بت يوزر انستولر او سيستم انستولر 64 بت او الزيب يكون كامل، اعمل عليه كليك و دي الصفحة بتاعت الفيجوال ستوديو كود. بعمل سيف اس، بحفظ الملف حقي على هنا على تولز في فلتر، بيبدأ يعمل داونلود للملف. هنشوف في فيديو تاني كيف نعمل له انستوليشن.